اهلا اهلا، وصفه جديده من وصفاتي مع بهارات مقدار. تعالوا انا وياكم بنسوي شاورما لحم مع الزهره المقليه. يلا مع بعض نبدا. بما ان الوصفه شاورما راح استخدم بهار الشاورما، لكن راح اعزز الطعم بالبهار الابيض طبعا مع بودره الثوم والفلفل الاسود اللي ما نستغني عنه. انا مقربه الكاميرا علشان تشوفون تبارك الرحمن نظافه البهارات من غير، يعني انا متاكده ان اللون بيفرق معكم. نظافة البهارات تبدأ من لونها أول شيء قبل ما تشمين ريحتها، خاصة بعدينها الحين عندهم عروض لليوم الوطني. طبعا مقدار عندهم أنواع كثيرة من البهارات راح نصورها بوصفات قادمة بإذن الله، بس هذه بهاراتنا اللي تخدم شاورما اليوم. الزهرة قطعتها بهالشكل، راح أسلقها 3/4 سوا مع شوية كمون وشوية ملح. نبدأ نجمع تتبيلة الشاورما. راح نضيف الفلفل الأسود مع بودرة الثوم مع كمية حلوة من بهار الشاورما، وآخر شيء البهار الأبيض. باقي المقادير بيكون طبعا الملح، وعندي هنا الزبادي، وعندي عصير ليمون، وعندي عصير البصل اللي عصرناها قبل شوي، فرمتها فرم ناعم وبعدها صفيتها من الصفاية، وآخر شيء زيت زيتون. اللحم أي نوع أنتم تفضلونه تقطع، وأفضل شيء إنه يتقطع شرايح بهالشكل، كمية طبعا اللي تناسبكم. وراح نصب عليه الخليط حقنا، نحاول ان ندخل اللحم بالتتبيلة بهالطريقة، هو اقل شيء بالثلاجة ساعتين وممكن قبل بليلة. نبدأ بحمس الشاورما. راح ابدأ بلية الخروف، اي مصدر دهن ثاني ما عندكم اي مشكلة. حصلت على كمية الدهن اللي ابيها، خلاص الباقي راح اتخلص منه. ببدأ الان انزل قطع اللحم واستمر تقليبها. استمرت بتقليب اللحمة لحد ما استوت، اخذت لها تقريبا 20 دقيقة. الان على جنب هنا راح اضيف شرايح البصل. اخر اضافة بتكون دبس الرمان وينقلب. اخذت من الريحة الشاورما على جنب، ونجي هنا للزهرة راح نقليها بزيت غزير وحار. شاورمة الزهرة من ألذ الشاورمات، انتم بس شوفوا اللون تبارك الرحمن، ولو تشمون الريحة خيال. الإضافات الآن على حسب الذوق، أنا راح أضيف شوية كزبرة وشوي رمان، الرمان يحب شاورمة اللحم، وراح أضيف الزهرة اللي نقليتها اللي بتكون على الوجه. آخر إضافتين تبي تكون عندي هنا الطحينة اللي هي بالملح والكمون، ونخففها بشوية موية، القوام انتم تحكموا فيه. وبعدين راح نضيف السماق، انتم بس شوفوا لونه، لاحظين اللون تبارك الرحمن، وبالعافية. كل اللي عليك هالحين قطعة خبزة، وياليت يكون الخبز العربي هو اللي فعلا لذيذ. خذي قطعة شاورما وعليها من الخير اللي فوق اللي هي الزهرة مع الرمان والبقدونس والسماق، وارجعي مرة ثانية اكسترا طحينة. بالعافية على قلبك.